اليوم شفنا كلامك واخذ صدى كبير ما شاء الله وانتشار كبير عن الاسطوره بدر المطوع. تكلمت انه لو بدر موجود كان الامور طيبه، هل لولا وجود بدر المطوع هل سيؤثر على نتيجه المباراه باكر؟ طبعا بدر المطوع لاعب كبير، لاعب له اسمه في اسيا. يكفي انه بدر لاخر ايامه هو كان يستدعى المنتخب وكان يقدم. انا شخصيا احب هذا الشخص، احب عماد الحوسني، احب كثير من اللاعبين اللي زاملون اخواننا ياسر القحطاني، كنا مجموعه جميله في وقته. تعرف هاي تبقى بس قبل كانت المنافسه بيناتنا، لكن العلاقه تبقى بيناتنا اخوان. الان اتجهنا كل واحد في طريق الاعلام والتحليل، لكن العلاقه طيبه. بدر لاعب كبير، وقلت لهم زين ما زال بدر ما موجود الامور طيبه. يعني لو موجود بدر كان كلام ثاني. لا بدر لعيب، بدر كل فرق اسيا كانت تحسب له حساب بدر، لاعب كبير اكيد. هل بدر ظلم انه ما حقق افضل لاعب في اسيا؟ 100%. يستاهل، كان يستاهل في كل وقت انه يحصل على احسن لاعب في اسيا.